بكم من جديد في بوليتيكا. ضيفنا في الساعة الثانية من بوليتيكا هو السيد ياسين إبراهيم، أمين تنفيذي في الحزب الجمهوري، وهو حاضر معنا هنا في الاستوديو. مرحبا سي ياسين. مرحبا، بارك الله فيك الاستضافة. يعيشك، مرحبا. شنو أحوالك؟ إن شاء الله لاباس، إن شاء الله لاباس، إن شاء الله يزيدنا ديما التفاؤل باش نقدموا القدام، ولكن أسبوع صعيب برشا. صعيب برشا. البلاد قاعدة تحس أنها تمر بظروف صعيبة. البلاد هي بصفة عامة تمر بظروف صعيبة، ولكن فما معناها بعض الحوادث اللي تزيد تمرر يعني الحال، وتزيد تخلق حالة معناها وين نشعروا اللي نحاولوا نقدموا، وبعد تجي صدمة تخر بين التالي فحشتين، نقدموا فحشة نخروا فحشتين. هذا هو اللي نحسوا به في بعض الأحيان كما اللي صار الأسبوع هذا بطبيعة الحال. معناتها باش تحط التونغو. ايه التونغو هي باهية، صورة باهية، صورة جميلة، خطوة قدام خطوة تلتي. هذاك هو. باهي سي ياسين إبراهيم، كيفاش علق الأحداث نتاع توا هذا توا اللي قاعد يصير بين اتحاد الشغل وبين النهضة، ما نحبش نقول الحكومة. والله هو عندك حق، تميز بصفة واضحة، على خاطر الواحد ما يفهمش، المشاهد ما يفهمش. نهار ثلاث، هو نهار ثلاث الصباح، هو كان يوم نهار ثلاثة ونهار الأربعة كان يوم معنا احتفال، ويوم ثلاثة الصباح صار عقد بين الاتحاد والحكومة ومنظمة الأعراف عزيدات العام الجاي، وهذه حاجة إيجابية راحوا في البلاد، حاجة إيجابية على خاطر المشاغل الاجتماعية كثيرة، والنقابة اللي هي ممثلة العمال كي تعمل عقد معناها كي منهكة مع الحكومة على ومنظمة الأعراف، معناها فما بعض المشاغل الاجتماعية تحدد منها نقص منها، والعمال معناها فرحانين بال 6% زيادة وغيره وغيره بالموجود اليوم في التضخم اللي موجود بطبيعة الحال في البلاد. ولهذا كنا نتصوروا لي العشية باش يصير احتفال، بالعكس النقابة عملت لعبت دورها اللي هو معناها الدفاع على 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 الشغالين، على الشغالين ومصلحتهم، وإذا بيهم العشية ما تنجمش يكونوا الناس هذوما بكل خلطوا أكثر من 1000 موجودين قدام الاتحاد من غير تحذير، من غير تنظيم، من غير هدف معين، بشعارات متعنفة. فما ربط بين توقيع الاتفاقية هذه وبين اليسار ولا لا؟ أنا فما أمور دور خرج مثلا؟ أنا مش نفهموا الربط، فما ربط مانيش فاهمه، أما ربط لا قد حكيت عليهم ورا بعضهم الزوز. أنا ذاك هو اللي بهت، يقول أنت الحكومة مسيرة خاصة من حزب الأول، معناها من الحزب الأكثرية اليوم، والرابطات هذوما حماية الثورة اللي جاوا قدام الاتحاد كلهم الحزب، كلهم بعض منهم فيهم المؤتمر، ولكن اغلبيتهم من نفس الحزب، ولهذا قلت شنو الحكايه، فما زوج تيارات في النهضه، واحد يحب يقدم، واحد يحب بطريقه اخرى يفرض، معناها ما تفهمش، ولكن نجموا نتصوروا اللي هي فيها حسابات سياسيه، وبالكش الحدث هذا يحب يغطي على الحدث اللي هو مهم ياسر في بلادنا، صار الاسبوع اللي قبل في سليان، معناها مسألة الرش ومسألة الاستعمال السلاحية ومسألة التعامل معناها الحزب مع الاتحاد في نطاق سليانة، ما تنجموش تقولوا لي مش مرتبط ببعض وهذا بكله، ولهذا ما فهمناش نهار الأول. نهار ثاني زاد نقص أكثر فهمنا بالندوة الصحفية نتاع حركة النهضة والمواقف اللي سمعناهم في بعض وسائل الإعلام معناها في الليل ومن غدوة، كانوا عملية تصعيد يعني، ولات مقصودة ولا عفوية؟ نتصورها لكن نقراو شخصيتش، نتمناها عفوية ولكن ما نتصورهاش عفوية. كي يقولوا كي نديو نحكيو على يجب نحيو السلاح من منظمة معناها مجتمع اللي تقود المجتمع المدني، ولا المجتمع المدني بصفة شاملة كيما الاتحاد من الأحزاب السياسية وغيره وغيره، والاتحاد مسيس، الاتحاد مسيس، أي نقابة في العالم في دولة معناها قادمة على ديمقراطية تبدا مسيسة، وفي الاتحاد فما ناس عندهم قناعات حتى بحركة النهضة، وفما ناس عندهم قناعات بالأحزاب الأخرى وغيره وغيره، ما فهموش هذوما معناها مواضيع كينا ناخذوا في الرأي العام كينو ماهوش فاهم شنو الموضوع. قول انت توا اللي يظهر هو انه كل ما تسير مرحله صعيبه، وصار زاد حتى يوم 14 سبتمبر
حادث معناها اللي اهلك البلاد في مستوى الصورة الخارجية وفي مستوى يعني الاستثمار بصفة عامة. وكان منعرج حركة النهضة 14 سبتمبر بصفة عامة وحياد وزارة الداخلية وغيره. كيف كيف مشاو في وسائل الإعلام وقالوا يلزم قوانين دولية ضد معناها ضد اللي يمس بالمقدسات وغيره وغيره معناها حاجات تخوض في تخيل لازم فما استعراف بالأغلاط باش تصلح. لازم استعراف بالأغلاط ومن بعد تصلح مش تمشي في عملية تصعيد وأكثر. بعد نجم نعمل تفسير سياسي ممكن فما قاعدة اللي ماشي راضية بالأداء فما قاعدة اللي تستنى في التعويضات وبدأت تسخن فما قاعدة اللي تقول لك هذه السياسة هذه البناءة اللي نحبوا تبنيوا بها وتوافقوا وغيره وغيره ما ناش راضين به نحبوا نضربوا ونحبوا بالعنف نخلطوا نفرض روحنا وما نحبوش النقد وما نحبوش كذا وكذا خاطر الناس هذوما ما همش قابلين النقد كمبدأ ما همش قابلين الاستعراف بالغلط هذا ريناه من الأداء بصفة عامة. ممكن فما تعامل سياسي مع القاعدة هذه ولكن في آخر الأمر كل ما صارت فاز كيما هكا وفات اللي حكومة في حالة ضعف تزيد الضعف وحركة النهضة في حالة ضعف في الرأي العام وتزيد الضعف والفاز اللي بعدها جت مقتل لطفي نجد في تطوي بعد 14 سبتمبر هذاك حادث اللي خلطنا بالعنف هي قضية رابطات حماية الثورة معناها خلطت قمتها أنا ذاك معناها العنف اللي كان موجود والعنف اللفظي والعنف حتى لين خلطنا للعنف المادي معناها حتى لين في تونس اللي صارت فيها ثورة الراجل على خطر عنده رأي سياسي رأي معناها مخالف لجماعة ذوما يخلط الاختيار وللقتل الله يرحمه. ونمشي مع أكثر طبعا احنا حكينا على الاتحاد ولكن نهار ثلاثة سادة احنا عنا زوز قياديين في الحزب سي سعيد العايدي وسي شادي فارح ماشي الحضير المرحوم فرحات حشاد في القصبة مشيو في نفس اليوم في نفس اليوم ما مشيوش مع المسيرة معناها مشيو بالكهرباء قريو الكهرباء بعد وزارة الحدر قصبة وسي سعيد حكي لي معناها كي شفته ما قال لي راه مجموعة من جماعة رابطة حماية الثورة هكا متشنجين ويستناو في المسيرة يعني في البحث الحاضر بعد قالنا بعد مش لازم نمشيو بحدهم خاطر يعقلوه هو معناها كرجل سياسي معروف ماشيين في الشارع معناها وبعدوا عليهم رأوهم ومشيوا خاطر راو سي سعيد العايدي عقلوه وضربوا تاعو في القاع وضرب في الوجه وضرب في البدن كله بعد سي شاد يحاول يحمي كيف كيف كان مش فما رجال الامن موجودين غادي خاطر فما وزارات جاوا معناها في وقت قصير ممكن راهي تكررت حادثه في الاخر نقد لا قدر الله تتصوروا توا هذه تونس معناها ناس انسان كيما سي سعيد العايدي وقف حياته المهنيه وقف كل شيء البلاد هذه ويخدم في البلاد ليلا نهارا في الشارع على خاطر ناس ترى فيه كسورة عنده رأي مخالف الرأي نمشي نهجم عليه مجموعة 20-30 شخص ويصير فيه اللي صار. مصرين على حل رابطة الثورة كحزب جمهوري؟ مصرين من حوادث تطوير من نداءات وما في سوسة رابطة تاع سوسة نداءات بقتل سي عصام الشابي على صفحة الفيسبوك في كل بقعة احنا شو نقولوا احنا مبدئيا هذه ساعة مسألة حماية الثورة بدينا يظهر لي فما مسكينة الثورة مسكينة الثورة لجان حماية الثورة بعد الثورة وفي الفترة اللا شرعية للهياكل الدولة بصفة عامة والهياكل السياسية كنا نجموا مبدئيا نتفهموا أنا كوزير وقتها كنت كنمشي في جهة كنت ما نحبش نقبل نقابل الناس هذوما بتاع لجان حماية الثورة خاطر شنو أنا ما عنديش شرعية وهم شنو شرعيتهم خاطر يجي وتلم مجموعة تقول أنا نحمي في الثورة به وبعد فهمنا بعد مدة اللي يمثلوا في أغلب الأحزاب السياسية يمثلوا في النقابة يمثلوا يعني وناس راضين بهم والمجتمع بالعكس هيكلوا في الأحياء وكذا شفناها إيجابيا ولينا نقعد معهم ونحكي وبالعكس كان عمل إيجابي في الأخير ولكن من بعد صاروا انتخابات وما عادش فما مجلس تأسيسي عنده شرعية وفما حكومة انبثقت منه والدولة قاعدة ترجع ما ترجع هيبتها فاش قام 6 ولا 9 اشهر من بعد نعملوا رابطات حماية الثورة وشنو المهمة نتاعهم؟ مش عندهم تحمي
انت عندك دولة، فما دولة قانون، فما قضاء. انت ماشي تو قدام الاتحاد، تحب تطهر الاتحاد. نسمع قبيلة فرجوه معاك شيخ معاش كون شديش لسن حقيقة في ثنية تسمع فيه، يقول من المجموعة، من المجموعة يقول القياديين اللي ما همش باهين وفازين يبرش كبير، فما قضاء يا اخي دولة قانون. واتعس من هكا احنا نطالب من قبل الانتخابات والاحزاب الكل حتى من حركة النهضة باش تبدا العداله الانتقاليه باش تنتهي صفحه الماضي. نعرفوا اللي في الماضي كانت فما منظومه شامله فيها بطبيعه الحال مشكل رئيس الجمهوريه اللي مشيت فيها، الهياكل نتاع رئيس الجمهوريه فيها، جهاز امن كان يخدم فيها، فيها عداله كان تخدم فيها، فيها حزب كان يخدم فيها. نعرفوا اللي هذا بكل كان موجود، ولكن باش نفكوها الرومانة هذية لازمها وقت، ويزمها عدالة 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 تكشف على الحقيقة، تعمل المسائلة، تعمل المحاسبة، تعمل التعويضات، وتخلط من بعد باش ما يصيرش التكرار، تصفي المؤسسات. وهذا باش ياخذ وقت، مش يجيو جمعيات ولا مجموعات وتقول هي باش تحكم شكون نظيف شكون مش نظيف، شكون يلزمها تطهر شكون يلزمها تطهر. هذا رأي نجم، فما رأي مخالف، وذاك علاش يلزم قضاء وعدالة. ولهذا معناها هذا نوع من الفوضى اللي الحقيقة بعد الثورة هي الفوضى طبيعية، وما زلنا في فترة بعد الثورة، والثورة ما زالت. ولكن مدين فما فوضى تكون طرق سلمية وفي نطاق مسيرة وغيره، آراء ناس كل حر يعبروا على الآراء متاعهم كيما يحبوا، ولكن إذا يخطوا للعنف والعنف المادي هذا ماهوش مقبول بالكل. وذلك علاش احنا طلبنا من الحكومة باش تتحمل مسؤوليتها كيما تحملت مسؤوليتها بعد 14 سبتمبر 18 اكتوبر، وعملت معناها وحقت وشدت الناس اللي كانوا متوترين بالنسبه للرابطات حمايه الثوره. نفس الشيء، خاطر مره يخرجوا هذا مره يخرجوا هذا، مع كل مره كان شكون يخرج معناها نفس الشيء، لازم تحمل مسؤوليه. والناس اللي كانوا مسؤولين على عمليات ذوما العنف يلزمهم يتشدوا ويتعداوا على القضاء ويتحاكموا، ومن بعد كان لقاو الجمعيات هذم اللي قاعدين يعملوا فيه خارج على القانون لازمهم يتحلوا، وهذا مطلب الحزب الجمهوري. دونك هذوما ينشطوا في اطار قانون يحميهم ويعطيهم الرخصه، وماهوش من حق الحكومه انها تسحب منهم الرخصه ولا تمنعهم من من النشاط. بطبيعه الحال فما قانون، ولكن نشوفوا شو صار في كل جهه، والبحث يجب يصير في كل جهه شنو صار وشنو عملوا وقتاش تعنفوا. واذا صاروا عمليه عنف هذا ما ينجمش يكون في نطاق القانون، وقتها واللي في نطاق القانون ينجم يكون حلانهم. وانا الحقيقه هذه قانونيه، فما مساله سياسيه من يزينا من ندور حول الموضوع. هذم معناها الرابطات هذوما يظهر لي فما قراءات للحزب الحاكم ينجم يكونوا قراءات نتاع قدم شوي. في اي حزب فاشي يحب معناها يفرض نفوذه بطريقه يكون فما استعمال ميليشيات. هي صارت في ايران بعد الثوره، صارت في ايران بعد الثوره، وصارت في كيفاش تخلصوا منهم؟ لا انا نحب نرجع الاراده السياسيه قبل ما فماش نخلصوا منهم، كان بالقضاء معناها اذا مدنيا هذاك هو ما فماش معناها حل اخر. ولكن سياسيا انا ودي، خاطر انا انسان ديما ايجابي نحب نقدم قدام، ودي انه حركه النهضه حزب المؤتمر اللي هما في بعض الرابطات معناها جماعه احنا عندنا مثلا في نابل صورناهم الاشخاص اللي كانوا في مكتب الحركه موجودين في الرابطات، معناها ما فماش شك شكون هم ومنين جايين وان حزب ينتميوا. لازم يكون فما قرار سياسي يقول لي هذه ماهيش طريقه. واذا فما ناس تحب تدافع على بعض مبادئ بطريقه سلميه وغيره وغيره، مش بطريقه العنف وبطريقه الضغط اللي يعملوا فيها هذيا، اللي زعما هذيك طرف من الراي العام يعبر بالطريقه هذيك في نطاق الجمعيات. لا، دخلهم الكل في حزبك وخرج من السيرات باسم حزبك، مش لازم نخبيه على بعضنا شنو الانتميات السياسيه ونستعملوا زعما مجتمع مدني وغيره. وتبقى من بعد اذا خلطوا للعنف هذه مسؤوليه كبيره، الحزب السياسي اذا خلط للعنف، اذا حزب سياسي يحط في مخه كطريقه للضغط نستعمل العنف، هذا خطر كبير ياسر مستقبل البلاد. وقت يظهر على حقيقته ويزم الراي العام يكون واعي به. هذاك علاش انا يظهر لي قرار يزم يكون قبل كل شيء سياسي قبل ما يكون حتى قضائي وقانوني. انت مع الاضراب العام اللي باش يصير الخميس الجاي؟ احنا نأيدوا ونساندوا الاتحاد في قراراته الكل اللي خذاهم بعد اللي صار فيه. معناها نعتبره اللي صار نهار ثلاثه نقطه خلطنا لها في بلادنا تمثل خطر لمستقبل البلاد. معناها هذا بالطريقه هذه نتهجموا على النقابه اللي تمثل عمال التوانسه
راو بعد بتبيع الحال في الحالة هذه نقابة في نطاق بتبيع الحال قانون من حقها تعمل إضرابات، إضرابات عام عامة جهوية، إضراب صفاق كان ناجح، إضراب ديستريبوزيت كان ناجح، وإضراب عام يوم 13 ديسمبر بتبيع الحال نسندوه ونأيدوه على خاطر هذيك الطريقة اللي عبر بها الاتحاد اللي مهوش ممكن باش تتعاملوا معاه بالطريقة هذه. نتسألوا ماذا بعد الإضراب؟ لأنه إذا كان ما تمش فتح قناة الحوار حقيقية وفعالية ويكونوا طرفين جدين فيها، لكن افترضوا أنهم طرفين فقط كان مش أكثر وصار الإضراب، ما نسويش اللي ممكن نوصلوا إلى حالة من السلم الاجتماعية في تونس بمجرد الإضراب. بطبيعة الحال الإضراب هو يعتبر كردة فعل، معناها كأنك تقول أنت مسيت منظومة، مسيت شخص، احتجاج قوي، كيفاش نبنيه؟ سؤال كيفاش نبنيه؟ احنا عملنا في الجمهوري مقترح، احنا قلنا سيد رئيس الحكومة في وقت اللي بدينا نحكيه على توافق وطني يزم يخرجنا من الأزمة اللي احنا فيها، خاطرنا احنا في أزمة اليوم سياسية أولا في البلاد، وباش نوضحوا الرزنامة على المرحلة الانتقالية يزمنا حوار وطني يلم كل الأحزاب السياسية وأهم مكونات المجتمع المدني بطبيعة الحال ما فيهم الاتحاد. وإحنا وقتها كحزب الجمهوري مع حزب المسار مشينا بالمقترح هذه، وقت رئيس الحكومة قال باش ما فما حد يقول هذه مبادرة متاعي ولا مبادرة متاع حزب آخر ويكون فيها معناها نوع من ريكوبيراسيون بوليتيك، قال علاش ما هذا كله ما يصيرش مبادرة الاتحاد اللي هي بدأت من شهر ماي والشوان وفيها بطبيعة الحال بعض المواضيع السياسية وفيها الكثير من المواضيع الاجتماعية. وإحنا الحقيقة بشرنا بالخير معناها الاقتراح هذا ومشينا مبادرة الاتحاد يوم 16 أكتوبر وكنا كل الأحزاب حاضرة فيها وخلطنا وخدمنا، فما كان زوج أحزاب كانوا غايبين النهضة والمؤتمر هما بيدهم اللي تو تهجموا المؤتمر ما دخلش في قال لنا خطيني الهجوم اليسار، ولكن في الرابطات حماية الثورة وراهم النهضة والمؤتمر. احنا شو نقولوا؟ كي نحبوا تو نبنيوا حاجة إيجابية يلزم بعض الاعتذار بطبيعة الحال. اعتذار شكون؟ اعتذار المسؤولين على اليسار، هو حسين العباسي امين عام اتحاد الشغل يطالب رشدي غامشي بالاعتذار قبل ما يفتح اي قناه الحوار. معناها هو فهم شكون المسؤول بالك، ولكن معناها لازم اعتذار من المسؤول على يسار الاتحاد. ظهر لي الخطوه البناء هو الرجوع الى الحوار الوطني الشامل، الى معنى البحث لتونس الحل الشامل التوافقي في نطاق مبادره الاتحاد، خاطر فما الشوط الثاني نتاعها. الشوط الاول اتفقنا على الكثير من معناها من المواضيع الهامه كيما الهيئه العليا للانتخابات اللي توا باش يتصدق عليها القانون، كيما النظام السياسي، ولكن مازال مجلس على القضاء، مجلس مؤقت للقضاء باش نجم مقدمه، مازالت هيئه الاعلام اللي مازالت ما صارتش، مازال معناها القانون الانتخابي، مازالت الرزنامه السياسيه. كان نرجعوا تحت ظل الاتحاد لدوره ثانيه وين تكون كل الاحزاب موجوده بدون اقصاء، دخلنا في حسابات سياسوية بتاع إقصاء وغيره وغيره، وكيكا التوانسة يوليو راو اللي النخبة السياسية بصفة شاملة مهما تكون في الحكم وإلا في المعارضة تحب تبني وتنجح المرحلة الانتقالية هذه، على خاطر نحبوا ولا نكرهوا ناس كل تخزرنا وناس كل تتبع فينا، وإحنا إلى حد الآن عطينا المثل، ولكن هالسينيوزويد هذه معناها بالمشاغل اللي تصير قاعدة تطيح في سمعة تونس. وهنا نقول المسؤولية واضحة ما بين يد حركة النهضة اليوم وحزب المؤتمر، يلزمهم يرجعوا مشاهد العقل ويرضاو باش يقدموا مع الناس الكل من غير تشنج، من غير عنف لفظي، من غير اقصى. اذا كان مازالوا رافضين، خاصة المؤتمر ما شافوه اكثر تشدد وتمسك بالموقف، لانه نحكيو نسميه باسمائها، انه يجلس مع نداء تونس، رافض نداء تونس انه ينضم معاه الى نفس الطاولة، طاولة الحوار، شو نعمل؟ ديك اختيار. وانا يظهر لي في وقت ما معناها يلزم يكون فما وعي بالمشهد السياسي كهو اليوم، يعني نجم يقدم في اي اتجاه ولكن كهو اليوم، ويشوفوا معناها انه الطريق الانجع لمصلحه البلاد بطبيعه الحال. مواقف سياسيه تقول ما نرضاش نجلس، اسبابها تتحلل
ومن بعد كي نحلوها نلقاوها اللي ماهيش حقيقه صحيحه وجديه. انا نقول الحزب المؤتمر اللي انت كنت الطالب وكنا في نفس المنبر بالعداله الانتقاليه باش تنطلق من وقت حكومه سلبيجي قايد السبسي. توا احنا عنا اكثر من عام بعد الانتخابات تاع المجلس التاسيسي واللي هو مسؤول على انطلاق هذه العام معنا هذه العداله الانتقاليه. خويا انطلق بالعداله الانتقاليه وابدا وابدا ابدا بالحزب الحاكم القديم، ابدا ابدا المسائله محاسبه غادي. ما على الاقل مش انت تحكم شكون تقصي شكون انت ما تقصيش، مش انت يعني في نطاق المجلس التاسيسي اللي هو كان مشهد انتخابات لبناء دستور تولي تعمل عمليات حزبيه اقصائيه وغيره وغيره. هو راهو حتى كان الاقصاء نجم يكونوا ما فماش برشا ناس معنيين لا في نهايه تونس لا في غيره هو في ولكن عقلية الاقصاء الجماعي، عقليه الاراده باش نبعدوا ناس وكذا وكذا ما تخلقش جو ملائم للمرحله القادمه. الناس كل لازمها تقبل بعضها وتكون فما عداله على اش كان يعملوا الاشخاص. خاطر احنا تو نزوروا احنا عنا نشاط مع ناس سياسي في كل الجهات، قداش من جهه يقول لك اه العمده الفلاني عمل لي وخذ لي ونهبني وباش اعطاني حتى الورقه البيضاء نتاع الصحه كي نهار في جبل الجلود ياخذ عليا فلوس وكذا وكذا كذا. اي وينو؟ تحاسب؟ لا لازم تحاسب شيء به. ها هذه هذا مثلا حاله من الحالات وين بالحق ناس الراي العام مقهور كيفاش ناس كانت ظالمه ناس وماهيش قاعدين نحاسبوا فيهم. ماهيش كان السياسيين باش يتحاسبوا، كثير من الناس باش يتحاسبوا، فما ممكن الظالم باش يطلب سماح والمظلوم يرضى به، عندنا هذا شيء باش ياخذ سنوات في بلادنا، لازم ننطلقوا، ولكن ما نبداوش في حسابات سياسيه باش نقدموا به، ماهيش عملناش احنا مجلس تأسيسي باش النيابات الخصوصيه كل يوليو يشبهوا المجلس التأسيسي، باش الصحه السياسيه وترشحات الانتخابات القادمه ما تكون كان كيما المجلس التأسيسي اليوم، مش معناها ما حتيناش ناس في مناصب اليوم اللي باش يحكموا على المراحل القادمه كيما هما يظهروا لهم اليوم. هذا هو اللي ماهوش مقبول وماهوش هو نوع من العنف. عنف يعني في هذا رايي معناها الحزب الجمهوري وان شاء الله معناها مهما يكون حزب المؤتمر وخاصه حركه النهضه خاطر بعد لازم نشوفوا الاوضاع الاوزان بطبيعه الحال يرجع لهم شاهد العقل يقولوا يا خويا المنافسه السياسيه موجود كان الناس هذوما انتم اللي تعتبروا لازم يتقصاوا على خاطر الشعب التونسي ولا المجتمع التونسي مش راضي بيهم في الانتخابات يكونوا مقصيين. شنو رايك سياسي ابراهيم كامين تنفيذي للحزب الجمهوري في الدعوات موجوده خاصه على الفيسبوك بحل المجلس التاسيسي لانه يشوفوا انه مش قاعد يقوم بدوره اللي انتخب من اجله والعوده الى الدستور 59 مع بعض التنقيحات؟ والله ان اداء المجلس التاسيسي بالحق سيء مش في المستوى يعني اللي كنا نستناو فيه وبصفه خاصه يعني طريقه تو كي تشوفوا طريقة كيفاش نخلطوا نصوتوا على القوانين. يعني كي تجي في أي فصل في أي قانون نجم يكون فما 200 مقترح الناس كل تتناقش فيه والنقاش نجم يدوم من غير حتى حدود. وقت اللي نشوفوا اللي عنده مهمة تأسيسية اللي هي المهمة الأولى بطبيعة الحال صياغة الدستور والقوانين اللازمة للمرحلة الانتقالية هذيا وعنده مهمة تشريعية في نفس الوقت العديد من القوانين ما ينجمش بالطريقة اللي قاعد توا يخدم يخلط يخرج لنا انتخابات حتى عام الجاي. ولهذا احنا ككتلة في الكتلة الديمقراطية يعني الحزب الجمهوري في كتلة ديمقراطية مقترحين وبنقاش مع الكتل الأخرى اللي نعدلوا القانون المنظم يعني للمجلس التأسيسي القانون الداخلي بشوفوا طريقه نرجعوا كيما بخلاف مساله الدستور تقعد بالحق الدستور يلزموا هالنقاش هذايا والنقاش باش يكون في مستوى المجتمع التونسي بصفه شامله. بخلاف الدستور ماذا بينا نرجعوا كيما منظمين البرلمانات كل في العالم هو انه النقاش يصير بصفه شامله في وسط الكتل البرلمانية ومن بعد يكون فما وقت معين لأي كتلة باش تعبر على موقفها بأي طريقة ومن بعد نتعداو للتصويت باش هكاك نخلطوا تكون عندنا رزنامة معقولة للمرحلة القادمة. حتى نخلطوا حلال المجلس التأسيسي ونرجعوا ظهر لي احنا قدمنا برشا والحقيقة معناها اللجان خدمة جدية معناها باش يكونوا صادقين مع نواب الشعب خدمة جدية ولكن هاكم تشوفوا شنو صاير. كل مرة فما موضوع يا اما في نطاق تشريعية ولا موضوع يعني في نطاق اللي صاير في البلاد بصفة شاملة المجلس التأسيسي هو المجلس الوحيد اللي منتخب ويمثل الشعب اليوم ويمثل
نوع من الشرعية حتى بعد 23 أكتوبر تتناقش الشرعية الانتخابية بلاد الحال. وبطبيعة الحال لازم المواضيع هذا بتتحط، وذاك السبب اللي وخبيه، ولكن السبب اللي أكبر هو طريق العمل بتاعه. كان شرعية صندوق وقتها، شرعية انتخابية، شنو تسميها شرعية؟ أنت قلت نوع من الشرعية، ما زالت شرعية. هذه نوع من الشرعية التوافقية الموجودة، يعني شرعية امبليسيت. ما صارتش توافق، ولكن شرعية امبليسيت. يعني شو احنا، أنا كنت في حكومة اللي ما عندها حتى لا ساس لا راس، يعني يعني تحكي على الشرعية كانت معناها هذيك خاصية تونس. وقت الناس كل بهتي كيفاش بلاد بعد 18 مارس بخصوصك ما عادش عندها دستور. وبعد الثوره صار الثوره والضوء باقي يخدم والماء يخدم، تحكي في الصيف عامين بعد الثوره ولكن كان موجود، والناس تخدم على جبهه حرب في ليبيا، وجبهه حرب في ليبيا، والناس اللي دخلوا اكثر مليون شخص دخلوا من ليبيا، وكانت فما حكومه، وكان سي بيجي قاعد سبسي يقول له هي الشرعيه كيفاش هي فونكسيونيل، يعني وظيفيه نتاع هذا معناها وناس تخدم على روحها والاداره تدور، وناس كانوا نجموا حتى ادارتي انا كوزير يقولوا لي انت شكونك باش تجي. لكن هذاك الانضباط وهذيك تونس، وصارت هيئه نتاع سي عياض بن عاشور، وين الاحزاب السياسيه الكل تلمت، والنقابه تلمت، والمجتمع المدني تلم، وخلتنا قدمنا. هذيك علاش الناس كل معناها ترجع هكا بكل المرحله الاولى، تقول المرحله الاولى كانت خارقه العاده، خاطر هذاك اللي صار، يعني بدون شرعيه لا انتخابيه وبدون دستور وبدون هيكل خلطنا، وصلنا الانتخابات شفافة وناجحة ومشينا. توا فما ناس شكة اللي باش ننجحوا نعملوا انتخابات كيما يلزم، على خاطر هالتشنج الموجود، هالعنف اللفظي، هالإرادة الإقصاء، هالعنف المادي اللي موجود على الساحة، هذا اللي يلزم يقف. على خاطر راهو ما نكذبوش على التوانسة، فما حاجة يلزم سناوها، راهو عام 2013 باش يكون عام أصعب اقتصاديا من 2012. علاش؟ الاستثمار ما صارش لا في 2011 لا في 2012 بكل جدية، فما تأخير كبير ياسر حتى في مشروع ميزانية نرجعوا له الأسبوع القادم، فما معناها تأخير كبير ياسر في 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 انطلاق المشاريع في مشروع الميزانية نتاع 2012، ما خلطناش، احنا قلناها من الأول، راهو مش نخلطوا، راهو وعود كبيرة ياسر، وردوا بالكم راهو كي نحطوا معناها المال نصعدوه برشا، راهو من بعد نخلقوا حالة ديسيبسيون، يعني احباط خايبه ياسر، وهذاك اش صار في سليانة. خاطر توا الحاجه الباهيه كي دخلنا في مجالس جهويه تحكي على التنميه وتقول شنو المشاريع، بعد الناس تولي تستنى فيهم المشاريع، كي نبداو ماناش قادرين باش نعملوهم في الوقت اللي وعدنا به، نخلقوا هالاخباط هذا، ووليو الناس بعد معناها تولي ما عادش تمن اللي الوعود القادمه في الميزانيه القادمه باش تنفذ حقيقه. فما معناها فما كيفيه تسيير ولا خبر تسيير ولا ما عادش كيفاش نحطها، وانه ما يلزمش الميزانيه ماهيش برنامج انتخابي، خاطر الاحزاب السياسيه برشا مستانسه برنامج انتخابي تعطي وعود اللي في العالم بكل تقول لك ما يخلطوش، لازم شويه حلم، اي ما مانيش في الحلم، في الميزانيه لازم واقعيه، خاطر 6 شهور 9 شهور من بعد المواطن باش يحاسبك على اللي قلته. احنا في الحزب الجمهوري عندنا معناها اتجاه انه ما نكذبوش على الناس، نقولوا حقيقه، راهو 2013 باش يكون عام صعب جدا اجتماعيا، على خاطر الاقتصاد مش يمشي كما يلزم، ولهذا ما نجموش يكون عندنا اداء حكومي ماهوش في المستوى الملائم للصعوبات هذوما. وذاك علاش احنا حكينا على حكومه انقاذ وطني من 28 ماي، حكينا على الكفاءات، خاطر نعرفوا فتره صعبه، لازم كفاءات عندها خبره التسيير الكافيه باش على الاقل تحط معناها الاداء نتاع الحكومه في المستوى الملائم للصعوبات الموجوده. في نفس الوقت باش تكون عام صعيب ياسر في السياسه. علاش؟ على خاطر لازم نحطوا، وباش يكونوا مواضيع هامه، لازم نحطوا الهيئات هذوما اللازمه بكل الانتقال الديمقراطي، وباش يكون فما نقاش ومسار معناها التنافس ومسار سياسيه طبيعيه على القانون الانتخابي، كل واحد باش يكون عنده حساباته، وباش يكون عنده تاثير على التحالفات وغيره وغيره. ولهذا توا احنا في منعرج اللي الحقيقه ماذا بينا نلقاو فيه توافق، كيفاش نجموا المرحله هذه وعام الجاي نكونوا عندنا الاداء الكافي في السلطه التنفيذيه، وكونوا عندنا الزادة بعض المواضيع والمبادئ الهامة كما حياد وزارات السيادة وغيره 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 في الأداء الحكومي والسياسي بالنسبة
للقوانين الهامه اللي باش يصدروا من المجلس التاسيسي. سيرة مع نداء تونس، هل باش تطور اكثر باش تنصهروا حسب ما يقال وحسب ما نقراوا في الجرائد، والا هذاك حبكم هو تحالف فقط؟ والله مساله الانصهار عمرها ما طرحت معناها بصفه شامله. احنا الحزب الجمهوري عملنا عمليه انصهار احزاب وبناء احزاب، وحزب نداء تونس حزب جديد وبناء احزاب جديده، يعني تعرفوا صعوبات كبيره. احنا عمليه انصهار فيها صعوبات وصاروا فيها بعض المشاكل، وباش ان شاء الله بلكشي ما زالت تكمل عمليه الانصهار بعض الاحزاب الاخرى والمجموعات الاخرى. وحزب نداء تونس قاعد يتبنى. احنا وقت اللي قدمنا اللجنة المركزية في اوائل سبتمبر للحزب الجمهوري، قلنا عملية يعني الانصهار تاع الحزب الجمهوري يمكن لن تكون كافية كي ناخذوا بعين الاعتبار الهدف نتاعنا. الهدف نتاعنا من الاول هو انه نخلقوا توازن في القوى السياسية باش نخلطوا الانتخابات القادمة، يكون التونسي عنده خيارين ولا ثلاثة خيارات، معناها قدامه أحزاب عندها الوزن الكافي باش نجم غدوة تشد السلطة التنفيذية. وبعد قلنا إذا ما هوش كافي يزمنا نوسعه للأحزاب الوسطية الأخرى، يا إما القابلة باش تنصهر معانا في نفس الحزب، وإلا إذا عنا اختلافات وإلا عنا معناها أجندات نجم تكون معناها طول المدى بالكشي مختلفة، على الأقل تحالف. وفي هذا النطاق عملنا التنسيقية هذه اللي صارت مع المسار وحزب نداء تونس، وقاعدين نخدموا. قلنا ما خلطناش توا من غير رزنامة تحكي على تحالف انتخابي وقت اللي ما فماش رزنامة واضحة، وإلا ما فماش حتى النظام السياسي أو بدا يتوضح، ولكن حتى صلوحيات ماهيش واضحة. دونك قاعدين نجتمعوا باش مواقفنا تكون منسقة بالنسبة للمرحلة هذه، ومن بعد معناها كان تقدمنا بصفة إيجابية في نطاق هياكلنا. كي يتوضح الرزنامات توضح شنو هو الانتخابات، نوليو أكثر جدية في كيفاش يصير التحالف هذايا الانتخابي الوسطي. بالتوفيق. نشكرك سيد ياسين إبراهيم أمين تنفيذي بالحزب الجمهوري، شكرا لك على قبول الدعوة وحضورك. بارك الله فيك.